بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بالبداية بدنا نزقف لخمسة من أولادنا عملوا الأول قرباني الأسبوع الماضي وهيهم موجودين بيناتنا. هاي أول زقفة بس مش رح أطلب أكتر لحتى لي ما تعبق ريحة اللحم من برا. إن شاء الله بينعاد عليكم بهالأحد المبارك وعكل يلي اسمهم شربي. بالإنجيل في كتير من المعاني وكتير من الأمور يلي منعيشهم بروحانيتنا، ولكن رح أوقف على نقطتين. النقطة الأولى بيقول بالإنجيل النبي أشعيا: مسحني لأبشر المساكين والفقراء. نحن عادة من فكر الفقر هو قلة المادة، أما بهالإنجيل اليوم بيطلع الفقر شو؟ هن الأشخاص يلي منن مبشرين. فإذا كل واحد بعيد عن يسوع هو مسكين، هو فقير، لأنه مش الغنى بالمال، الغنى قديش أنا قريب للرب يسوع. هاي أول فكرة لفتت لي نظري بهالإنجيل اليوم عن الفقر، كيف نحن منفكر فيه، كيف هو بينظر له الرب يسوع بقلب إنجيل. تاني موضوع غير البوفرتي، تاني موضوع بيقول رح أعمل سنة مقبولة للرب. شو هي هيدي السنة اللي بدو ينادي فيها مقبولة للرب؟ A blessed year accepted by the Lord. بالعهد القديم كان في كل 20 أو 25 سنة يوبيل أو 50 سنة يوبيل، مثل ما هلأ عنا السنة يوبيل الأخوية سيلفر جيبلي 25 سنة رح بيفوتوا فيها أن الله راد ب15 آب. كان بالعهد القديم بهالسنة يطلقوا المساجين، الناس تغفر لبعض البعض، يلي عنده دين يسامح الآخرين بدينه. نحن بحياتنا مش كل 25 سنة أو 50، كل يوم بدنا نغفر لبعضنا البعض، كل يوم بدنا نعمل سنة مقبولة للرب، وقت مقبول لله. لأنه إذا ما سمحنا بعضنا، إذا ما حكمنا على بعضنا طالع نازل، هيك الرب يسوع ما بيقبل وقتنا، بيكون وقتنا عم يمرق ونحن مش مقبولين من الرب. ورح فوت بعيد مار شربل الحرية. بيقول بالإنجيل رح أطلق المقهورين أحرار. رح أحكي عن الحرية عند مار شربل، لأنه نحن منفكر وخصوصا يلي بيعرف اندورات طاعة والعفة والفقر، إنه بالطاعة مار شربل يمكن يكون خسر حريته. هل هالكلام صحيح؟ مار شربل هو إنسان تخلى عن الحرية وصار يطيع قانون الدير ورئيس الدير والأوردر that he was a member. مار شربل كان حر أكتر منا نحن اليوم. نحن اليوم منفكر إنه إذا عملنا يلي بدنا إياه نحن أحرار. It's a mistake. It's a misunderstanding. Freedom is not what we should do or what we can do every day. شربل كان عنده حرية، حرية المسيح ابن الله. حر من تمسك البشر بالتراديشن، بالتقاليد والعادات يلي مرات كانت بلا طعمة. كان حر خصوصا من آراء الناس فيه وكلام الناس عنه وبحقه، لأنه كان منتلي من الله. شربل كان حر من الطمع، كان حر من السعي خلف المال، أكيد لأنه كان ما عنده هم، متكل على الله هو يلي بقيته كل يوم. كان حر من حب السلطة والتسلط power على حياة الناس، بالعكس كان عم يخدمهم
ويشفيهم. كان حر من الرفاهية والطرف. نحن اليوم we always choose the option that is the better of for me. ولا واحد منا إلا ما بيختار شيل بريحه. شربل كان عنده هالجبة وما في عنده شي غيره يرقع فيها حتى ما يجددها من سنة إلى سنة إلى سنة. كان حر من أي انتماء خارج عن انتمائه المسيحي لله. شربل كان حر من طموحاته وأحلامه ومشاريع يلي بتجي على راسه. نحن كل يوم نركب مشروع ومنمشي فيه. كان حر من العزايم والولايم وحكي العجايز. كان حر من كل محدودية إنسان، لأنه كل إنسان كان لإله خي بصلاته. طولت عليكم كتير، رح أختم بثلاث شمعات، بثلاث أضواء، بثلاث محطات عيشن مر شربل. الشمعة الأولى، المحطة الأولى، لما كان عم بيولع الشمعة قدام المغارة تتساعده العدرة يفوت على الدير والعدرة رافقته. تاني شمعة هي هسراج يلي عملوا فيه ضرب، يلي عم يخدموه عبوله السراج مي، ولكن شربل قدر بإيمانه بالله إنه ينور نور المسيح ويكون لقاله شهادة رغم الضرب يلي عم يعملوه فيه. وتالت إضاءة يا أحبة، تالت شمعة هي لما ضوى قبره وألاف وألاف من الناس شافوا هالقبر المضوى. هودي تلات محطات هلأ بختام القداس رح تحملوا شمعة. مشكورين كل عائلة تاخد شمعة بآخر القداس. اتذكروا هالتلات محطات، كيف أنا كمؤمن بدي اتكل على الله مثل ما اتكل هو وضوى الشمعة قدام المغارة. المحطة التانية كيف بدي اتكل على الله إذا صار في معي شيء بحياتي إيماني يغلب الضرب. وتالت محطة إن شاء الله نور المسيح هو بيهدينا بآخر حياتنا. آمين. بتمنى عيد مبارك للجميع، وخصوصا يلي اسمهم شربل، كل سنة وانتو بألف خير.